قلنا الخبير سر انت واللي عندك من خبره وشو هو ليه وشو هو شو اللي يناسب فيها من الزراعه. رجع قالوا ما يناسب له شغل النخبه. مره ما يناسب له شغل. في كل الأرض فيها ماء وفيها تستوي الزراعة قبل الزراعة. دائما يوم أتذكر كلام الوالد وأشوف المزارع هي دخل وهي أمان استقرار. ما قاموا بأبانا وصلوا إليه نشوف نحن بدورنا الصغير بالنسبة لهم. لابد أن نكون متحمسين لتطوير البلد. تطوير البلد. الزراعة يحصد منها صاحبها خير والدر عليه بالخير.